تنقسم أيضا إلى هذا التقسيم الثلاثي وإلى الرباعي، حيث أن
العلوم الدينية هي علم التوحيد وعلم الكلام وعلم أصول الدين وله مسميات كثيرة، وقد صنف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه كتابه الفقه الأكبر، ثم تتالت المصنفات فيه بالإمام المكريدي عند الأحناف ومن تبعه من السادة المجريدية، وأيضا الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله عليه ومن تبعه على أسانيد من السادة الأشاعرة، وأيضا السادة الحنابلة لهم أسانيد أيضا سواء من أهل الحديث أو من مضارع الحديث. فعلم أصول التوحيد أو علم أصول الدين يعني بسؤال ما الإيمان؟ الإجابة عن هذا السؤال. أما السؤال ما الإسلام فيعتني به علم الفقه وعلم أصول الفقه، حيث يبحث في كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الصوم وغير ذلك، فهو علم الفقه. أما الجانب الإنساني فيقول الإمام أحمد الزروق رحمة الله عليه، كيف أتحقق بهذا الجانب بجانب الإحسان أن أعبد الله كأني أراه فإذا قدر الله فإنه يراني، كيف أتحقق بهذا في نفسي في قلبي؟ يقول الإمام أحمد الزروق أن العلم الذي يعتني بهذا بجانب الإحساني هو علم التصوف. فعلم التصوف الإنسان في معناه الأصلي حسب كلام سيدي أحمد الزروق رحمه الله عليه وهو من كبار السادة الصوفيين من كبار الفقهاء التصوف، إنما هو التحقق بهذا المقام من مقام الإحسان، أن تكون العبادات التي يتعبد بها الإنسان فيها معنى المراقبة لله عز وجل وفيها معنى الإخلاص. بل هناك من السادة الصوفية من قال أن علم التصوف إنما هو علم الإخلاص، كيف تصل إلى هذا الإخلاص؟ يقول الإمام الغزالي رحمه الله عليه في كتاب الإحياء إحياء علوم الدين وهو التشريف، لا يحصل هذا الإخلاص ولا يحصل هذا التوجه ولا تحصل هذا المراقبة ولا يحصل هذا المعنى الإحساني إلا بالتخلية. أولا أن تخلي القلب وتنظف القلب وتطهر القلب من المعاني المفسدة للإحسان، ومن هذه المهلكات والعياذ بالله وقد صنف فيها الإمام الغزالي مجلدا كاملا يسمى ربع المهلكات في كتاب ربع الدين، من هذه المعاني الحسد والعياذ بالله والحقد والعياذ بالله والكبر والعياذ بالله وهو رأس وذهب وجميع الأخلاق الدنية. كل هذه الأخلاق الدنية يجب أن يتخلص منها الإنسان حتى يتخلى القلب ويفرغ القلب بتلقي الأنوار الربانية. ثم بعد التخلية تأتي التجلية. التجلية والتجلية هي أن يتم جلاء القلب أو أن يجلي القلب بالذكر، الذكر المستمر، ومن أهم الذكر الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله في كل وقت وحين، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن من عجائب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقها أنها تمسك على صاحبها، لا يمكن أن تمحى حتى إن كان هناك ذنوب فلا تمحى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عجائبها وطريقها وكراماتها أنها تقبل حتى العصاة والجنات وأصحاب الكبائر تقبل بقدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند ربه، فتقديرا لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل على كل وجه. وكثرة التهليل إلى إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الكلمة العظيمة التي كما جاء في الحديث المشهور تطيش أمامها جميع السجلات، مهما كانت سجلات الذنوب كبيرة لا تستطيع أن تتحمل وزن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على كثرة الذكر، فبكثرة الذكر ينجلي القلب وهذا معنى التجلية. والمعنى الثالث بعد التحلية والتجلية هي التحلية، والتحلية تأتي بتلقي الأنوار، أنوار حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتأمل في سيرته الشريفة في كتب السيرة والكتب العظيمة التي تتحدث عن مناقبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن سيرته العطرة وعن معجزاته وكرماته وأعماله ككتاب الشفاء القاضي عياض، وهو كتاب جليل عظيم كان يكتب في تنفس رب حتى
فبعد التخلية والتجميع تحصل التحلية بكثرة الاطلاع على أحواله وأقواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه، وأيضا الاطلاع على منابع وآثار علماء وأئمة وفقهاء وصالحين هذه الأمة، عليها أن تجالس الصالحين. ومجالسة الصالحين يا سادة ليست فقط مجالسة الأحياء من الصالحين، ولكن أيضا مجالسة الأموات من الصالحين، لأن لهم حياة معنوية، حياة معنوية في قبورهم في عالم البرزخ، حيث نستفيد من أنوارهم ومن أسرارهم رضي الله عنهم وأرضاهم لاتباعهم بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فباتباعهم بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بنسب وبتسنن صاروا أقمار لشمس المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معنى الولاية. فنزور قبور الصالحين لا مناشدة لهم والعياذ بالله شركا بالله كما يدعي المخالف، وإنما تبركا بهم، لأن هذه الأماكن تتنزل فيها الرحمات كما نزلت عليهم في حياتهم وصلاحهم وكثرة ذكرهم واتباعهم لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه قطاع مباركة أيضا بعد مماتهم. نزورهم من خلال زيارة كتبهم وسيرهم والاطلاع على مصنفاتهم. من قرأ إحياء علوم الدين لسيد الغزالي رحمة الله عليه الآن وكأنه مجالس سيد الغزالي رحمة الله عليه، فمجالسة الكتب يا سادة من أهم المهمات، ومجالسة الدروس ومجالسة المحاضرات ومجالسة الأذكار ومجالسة كل ما يتعلق بذكر الله. فالدنيا يا سادة كما جاء ملعونة ملعون ما فيها باستثناء، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، ذكر الله وما أراد إلا ذكر الله وما أراد، يعني كل ما في الدنيا هباء منثورا إلا ذكر الله وما أراد ذكر الله مما يتعلق بذكر الله. ومن أهم ما يتعلق بذكر الله العلوم الشرعية الشريفة التي تدرس في هذا المجمع العتيق، نرجو أن يقول الله عز وجل أن يجعله دائما محل الأنوار والأسرار واطلاع على هذه الكتب الشريفة. فالتصوف ما هو إلا دراسة مقام الإحسان ومحاولة التحقق بمقام الإحسان. وكيف يحصل هذا؟ يحصل هذا بأن تحاول أن تجد أصلح من ترى أهل عصرك أو زمانك، فتحاول أن تجالس أهل الصالحين. وعلامات أهل الصالحين هو التحقق بعلوم المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الشرع الشريف والتسلم بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي المحبة بدون اتباع يا سادة فهو مدعي، عليه أن دائما تنظر إلى الاتباع. إن وجدت هذا الشيخ متبعا لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي سمته وفي هشاشته وفي بشاشته وفي ابتسامته وفي رحمته وفي لطفه وفي كرمه وفي جوده وفي مراعاته لحقوق الناس وفي مسامحته للناس، كل هذه السنن. للأسف الشديد في هذا الزمان حصل نوع من تغيير السنن أو تقليص السنن أو تصغير السنن، حتى حصرت في بعض الأشياء الشكلية فقط. تجد الإنسان يحمس أكثر حرص على الجلباب وعلى السواق، ولكن تجده يضع سيارته أمام المسجد فيغلق الطريق وينسى أن سنة المحافظة على طريق المسلمين سنة نبوية شريفة. تجده يذهب إلى مكانه فيرش الميزان والعياذ بالله، أو يتعامل مع الآخرين فتكون المعاملة بالمماطلة وبالسوق، يتخاصم مع المسلم فيرجف في صحبته. أين تلك السنة الشريفة الأخرى التي تخص المعاملات وتخص الحياة الإسلامية المتكاملة لا فقط الشكليات؟ الآن نسمع النداء ونحن نعيد هذا النداء لتحكيم الشريعة، ما من مؤمن إلا ومسلم إلا ويريد تحكيم الشريعة، ولكن الشريعة بمعناها الواسع الذي يشمل الحدود طبعا، ولكن يشمل كل ما يتعلق بالشرع الشريف من تلك الملابسات والحروف التي تتعلق بتطبيق هذه الحدود والعلوم والاستنباط بالشرع الشريف الذي يتعلق بإنزال الأحكام
فقط أن نقتصر على إقامة الحد وبدون أي مراعاة لا للظروف ولا للملامسات ولا حتى للولاية. لا يحب لأحد أن يكون في حدود إلا الإمام أو من ينوم عن الإمام من قضاء شرعي ومن قضاء قد يعني استمد شرعياته من الشرع الحنيف ومن الإمام العظمى التي تحكم البلد. فهناك كثير من الأمور التي تحيط بالحدود يجب مراعاتها. عندما نقول تحكيم الشريعة علينا أن ننظر للشريعة بالمعنى الواسع بما في ذلك مقاصد الشريعة، وأن ننظر في أصول هذه الشريعة وأصول الفقه على مذهب الإمام مالك، مذهب أهل هذه البلد رضي الله عنه وأرضاه. هذا المذهب المالكي الجميل العريض المتصل بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المتكامل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع المسلمين وأيضا بالمصالح المرسلة وبجانب المصلحة والمفسدة وبالاستحسان وبالعرف، العرف أصول مالك رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أن نأخذ تحكيم الشريعة بهذا المعنى الواسع. أيضا علينا أن نتفاهم في من يحكم الشريعة، من الذي سيمثل هذه الأحكام. علينا أن نتفاهم في الإفتاء، علينا أن يجب أن يكون هذا الإفتاء جماعي وفيه أساطين هذه البلد من العلماء ما شاء الله بكافة مشاربهم ومدارسهم المختلفة، وأن لا يستبد فيه وأن لا يعتبر. علينا أن ننظر في القضاء الشرعي من هم القضاة وفي تطهير القضاء من الفاسدين والمرتشين. كل هذه الجوانب عندما نتحدث عن تحكيم الشريعة علينا أن ننظر بمعنى واسع لتحكيم الشريعة. فهؤلاء السادة الأماجد من أمثال سيد الغزالي وسيدنا صدوق وسادتنا مشايخ هذه البلد، كبار مشايخ الشيخ السادات والشيخ علي البرياني والشيخ عبد الرحمن الجنزوري وعمر الجنزوري وعبد الرحمن الدجوري وغيرهم من مشايخ هذه الأمة وهذا البلد المبارك، حرصوا دائما على كل هذه الجوانب. فقط أريد أن أتطرق بمعنى الإحسان في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة العشر الأواخر. على المسلم أن يمتلك هذه الليالي المباركة، ومن أهم ما يعلم به المسلم في هذه الليالي المباركة المناجاة. والمناجاة هي الدعاء في ظلمات الليل أو في ظلمات الليل، الدعاء أمام المولى عز وجل بكامل الانكسار والافتقار وكامل التضرع إلى الله عز وجل. والدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث الشريف، الدعاء مخ العبادة. فأحببت أن أشارككم في هذه الأمسية الطيبة نصا لسيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. هذا النص اسمه المناجاة، وطبعا سيد ابن عطاء الله السكندري من كبار السادة الفقهاء، كان من كبار المالكية في الإسكندرية، وكان جده أيضا من كبار المالكية. توفي عام 709 للهجرة و 1309 ميلادية. أخذ العلم والطريقة عن سيد ابن العباس الموسي، وأخذ سيد ابن العباس الموسي عن سيد ابن حسن الشاذلي رحمه الله عليه، فهو ثالث كبار السادة الشاذلي. وأحببت أن أتأمل معكم في هذا الدعاء المبارك الذي دعا به سيد عبد الله السكندري ربه في جوف الليل. انظر إلى هذه المناجاة الشريفة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي، إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. إلهي، مني ما يليق بلطفي ومنك ما يليق بكرمي. إلهي، وصفت نفسك باللطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ إلهي، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك
الإله كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلتني وكيف أرام وأنت ناصر لي أن كيف أحيو وأنت الحفي بي ها أنا أتوسل إليك بالفقر إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهي لا تخفى عليك أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف تخيط آمالي وهي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي إلهي ما أقربني ما إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك ما أرأفك بي فمن الذي يحجبني عنك إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأخبار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أشكلك في شيء إلهي كلما أخلصني لقمي أنطقني كرمك وكلما أيسأني أوصافي أطمعتني منته وتستمر المنجاة والنص طويل سأتطرق لبعض المقتطفات من هذا النص الشريف يقول سيدي بن عطاء الله السكندري رحمه الله عليه إلهي إن ظهرت المحاسن مني أسفل وقال رضي الله عنه إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري يعني أي ربي عندما أكون في وسط الغناء في وسط النعم وأكون غنيا ماديا ومعنويا أشعر مع ذلك بفقري واستشعر فقري وإنما أنا فقير محض لنفترض أن الإنسان اجتمعت له كل كنوز الدنيا كل ما في هذه الدنيا واجتمع له كل ما في هذه الدنيا من جاه واجتمع له كل ما في هذه الدنيا من رئاسة كل هذه الدنيا هذه الكرة الأرضية وما عليها بكل ذلك إنما هي ذرة إنما هي حبة كحبة رمل في فلاة عندما تنظر إلى حجم الكون إلى حجم المجرات وإلى حجم هذه المساحات الشاسعة من الفضاء الكرة الأرضية صغيرة جدا جدا مقارنة بالمريخ والمجموعة الشمسية قربتها لا شيء مقارنة بالمجرة والمجرة نوع واحدة من مليارات المجرات فإن اجتمعت عليك كل هذه الكنوز وكنت أغنى الأغنياء أنت مع ذلك فقير في وسط غناك أنت فقير في غناك فكيف لا تكون فقيرا في فقرك هذا معنى والمعنى الآخر يا سالم أنك الآن وأنت تعيش في هذه اللحظة كنت تعيش في اللحظة التي سبقتها اللحظة التي سبقتها انعدمت أصبحت من الماضي خلاص لا تستطيع أن تسترجع اللحظة التي فاتت أما اللحظة التي ستأتي فهي أيضا غائبة عنك لم تأتي بعد وأنت بالنسبة لك هي معدومة وأنت لا تصل إليها لا تدري إن كان النفس الذي تتنفسه هو آخر نفس اللهم ارزقنا عن حسن الخاتمة واجعل آخر نفس إلى إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أسرار كثرة الذكر عود لسانك وقلبك على الذكر في الدنيا حتى تنهى هذا الذكر عند الحاجة إليه عندما تلقى المولى عز وجل علينا استنكار لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل قلب ونفس والناس يلقنون الأبواب لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن في كل لحظة نموت فلنلقن أنفسنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بنفس الشعور وبنفس العمق والإيمان الذي نلقن به الميت إن كان والدا أو قريبا نحن نلقن الميت بحرارة لقن قلبك بحرارة لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تتذكر هذه الكلمة الشريفة تقدر تموت على ذلك فأنت هذا النفس الذي يخرج منك قد يكون آخر نفس فبعض التي ستأتي أن تتبع ولا تدري أن تصلها
مضت وكان ثانية بالنسبة لك وبين لحظة ستأتي منعدمة بالنسبة لك حتى تأتي. فأنت بين عدمين كما يقول المشاعر، أنت في وجودك مع كل مصر، وإنما تستمد الوجود نفسه، وجودك مستمد من إمداد الباري عز وجل الذي يمنحك منحة الوجود، هبة الوجود. أنت موجود في كل لمحة ونفس بإمداد الباري عز وجل وبقيمية الباري عز وجل وبإعطائه لك هذا العطاء الذي يسميه وجودا. ثم يعطيك زيادة على الوجود، يعطيك الوالدين المسلمين اللذين ربياك على الإسلام، ويعطيك نعمة كبرى نعمة الإسلام، ويعطيك الأهل، ويعطيك الشباب، ويعطيك سبحان الباري فيك. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لن تستطيع أن تعد نعمة الباري. فأنت في هذا العطاء، ولكن في هذا العطاء أنت لك فقر ذات، أنت في ذاتك فقير، أنت في ذاتك معدوم. وجودك بالله، وجودك بالله، وأكلك بالله، وشربك بالله، وتربيتك بالله، كل هذا من الله، فأنت في ذاتك فقير. فيقول الشيخ رحمه الله عليه: إلهي أنا الفقير في غناي، حتى عندما أكون غني أنا فقير، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ انظر إلى هذا. ثم يقول الشيخ: إلهي أنا جاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ لماذا أنا جاهل في علمي؟ وفوق كل ذي علم عليم. أنت في علمك ناقص، علمك ناقص، علمك محدود. مهما تعلمت، مهما تقطعت، كان الأئمة الكبار من أمثال سيد مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، الأئمة الأربعة علماء هذه الأمة، كان أكثر ردودهم على الأسئلة: لا أدري، أو الله أعلم. هؤلاء السادة الأساطير الآن يتعلم الإنسان من أربعة أو خمس كتب، أو يسمع ثلاثة أربعة أشرطة، أو يسمع إذاعة أو إذاعتين، فيصبح مفتي الديار، يصبح يفتي ويكفر حتى الوالد، ويكفر الجيران، ويكفر أهل المسجد الذي يصلي فيه. لماذا؟ لأنهم اختلفوا معه في الفروع، مع أن هذا الاختلاف موجود في تاريخ الأمة، الاختلاف موجود في كل العصور، جاهد في علم، فكيف لا أكون جهولا في جهل يا رب؟
كان في علم جاهل، فكيف لا أكون جاهل في جاهلي أو جهولا في جاهلي؟ يقول الشيخ رحمه الله عليه: إلهي أنا الفقير في غناية، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا جاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جاهلي؟ ثم ننتقل إلى كلمات جميلة أخرى يقول فيها الشيخ: إلهي مني ما يليق بلؤمي، مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمي. إن نظرت فيما هو مني، ما هو مني؟ ما أجد إلا الذنوب والعيوب والنقائص والتقصير والغفلة والنسيان، هذا كله مني، هذا كله مني. حاشا لله عز وجل أن يغفلني أو أن يجاهلني أو أن يرميني في المعاصي. نفسي الأبرار والشيطان وطاعة هذا الشيطان اللعين أعوذ بالله منه هي التي أوقعتني هذه المواقع وأوقعتني فيما لا يرضي الله. فكل ما هو مني هو حقيقة بلؤمي وبالنقص وبالتقصير. إلهي مني ما يليق بلؤمي. أنا عبد ناقص خطاء، خلقت كذلك، خلقت خطاء. النقائص ليست شيء عارض علي، وإنما هو من صميم ذلك، من صميم كينونة. العيوب ليست جديدة علي، وإنما العيب متجذر فيه، الخطأ متجذر فيه، النقائص متجذرة فيه. مني ما يليق بلؤمي، فما مع سيفعل يا ربي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ولكن طمعي يا مولاي، يا ربي، يا رحمن يا رحيم، طمعي في ماذا؟ هل هو في عملي؟ لا والله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا بكل لا ينجو منكم احد بعمله. قيل: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتمقدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا، القصد القصد، تصلوا. مجنون ما يعتقد انه يصل بعمله، انت تصل برحمه الله. لأن حتى العمل الصالح رحمة من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل. يقول الحكيم الترمذي رحمه الله عليه ومن أنظار السلف الصالحين، يقول: نظرت في العلوم فوجدتها كسبية ووهبية، فلما دققت في الكسبية فإذا هي أيضا وهبية. فأنت عندما تعطى المدرس الذي يعلمك أنت قد وهبت، وعندما يرزقك المال عز وجل من الله عز وجل المال لتشتري كتابا فقد وهبت، فعندما يعلمك هذا الاسلام وتقرا هذا الكتاب تظن انك تكسب العلم ولكنك توهم هذا العلم. وكذلك الرزق، انت تقول: هذا من عرض جبيني ومن عمل يدي، ومن الذي اعطاك اليد التي عملت بها؟ ومن الذي اعطاك العرق الذي هو ايضا نعمه؟ فلولا العرق يعني مثل مورد السياره لارتفع حراره الانسان ومات. من اعطاك هذه النعم التي عملت بها؟ فحتى هذا العمل نعمه. ولذلك قال الساده الاشاعره وهم مشايخنا اصحاب العقيده الصحيحه ومشايخ هذه البلد، قالوا: انه ما للعبد الا الكسب، ليس للعبد الا الكسب، الفعل يخلقه المولى عز وجل، وما لك الا الكسب. والكسب هو مراد التكليف الذي تجازى عليه فتدخل الجنه ان كان حسنا والعياذ بالله يكون غير ذلك ان كان غير ذلك. فيقول الشيخ: إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمي. أي ليس لي أمل إلا في رحمتك يا مولاي، وليس لي أمل إلا في كرمك، لأنك أنت الكريم. وحاشا الكريم أن يرد من جاء، هم كرام الناس البشر الناقصين من أمثال حاتم الطائي أو غيره، يضرب بهم مثل الكرم وعطاهم محدود، عطاهم يعني بشري ناقص، ومع ذلك لا يردون عن الضيف ولا يردون من ياتي اليه. وطبعا اكرم الكرماء من البشر حضره المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ان كرم حاتم لا يكون ذره امام كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لم يقل لا اقرا الا بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكريم الرحيم الذي أكرمنا بالوجود أصلا وأكرمنا بالهداية، فلم يكن من رسولا ولا تركنا كالبهائم والأنعام، بل أرسلنا من أمانة رسلا، بل جعلنا من أمة خير المرسلين، فقال أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العجيبة أنك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داخل في قوله أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما ضحى بالعيد تذكر الأمة كلها، حتى أنت ضحي عنك بالعيد بكبش الأملة بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي هو بك رؤوف رحيم، بك رؤوف رحيم، هذا الحبيب. فيقول الشيخ: إلهي مني ما يليق بلطفي ومنك ما يليق بكرمك. ومن كرم الباري عز وجل ان جعلنا امه الاسلام، اللهم اغفر لنا الدوام في هذا النعم الشريف. فمن ما اقدمه يا رب الا هذا اللوم وهذه الذنوب وهذه العيوب وكل الاعمال الصالحه والمزايا، كان لي صدق او كان لي استقامه، فهي كرم منك يا رب ونعم منك. بل قال المشايخ: اكبر كرامه الاستقامه، فالاستقامة نعمة من الباري عز وجل. فما مالي إلا الذنوب ومنك ما يليق بكرمك ورحمتك. ارحمنا يا مولانا كما رحمتنا في سابق الأزل بأن جعلتنا وكتبتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحمنا بأن تختمنا بذلك يا مولانا، وشربنا شربة لا نضر بعدها أبدا بيده الشريفة بحوله الشريف المبارك. إلهي مني ما يليق بلطفي ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت نفسك بلطفي والرفعة بي قبل وجود الأرض. أنت اللطيف، أنت اللطيف. هل هذه هي صفة أو هذا الشأن جديد على الباري تعالى عن ذلك علوما كبيرة؟ حاشا، بل هي صفة قديمة، صفة قديمة، وكذلك جميع صفات الباري عز وجل صفات ذاتية قديمة. فأنت لطيف يا ربي. إلهي وصفت نفسك بلطف الرحمة بي قبل وجود ضعفي. أنت لطيف قبل أن يوجد أصلا، وقبل أن يوجد الضعف الذي فيه أصلا، قبل أن أحتاج إلى هذا اللطف، بل حتى قبل أن أكون، أنت لطيف. فأنت وصفت نفسك بلطف قبل أن يوجد، قبل أن أخطئ، قبل أن أضع، قبل أن أسقط في هذا الذنب. إلهي وصفت نفسك بلطف ورحمة بي قبل وجود ضعف، أفتمنعني منهما بعد ذنب الله؟ حاشا لله عز وجل. والاستفهام هنا ليس من قبل التساؤل المستعجل، وانما هو طلب ايضا، لانه كما جاء في علم المعاني كما في مفتاح السكاكي قد ياتي الاستفهام بمعنى الطلب لا معنى السؤال او معنى المساله. افتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ إلهي إن ظهرت المحاسن مني، كانت هناك محاسن، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك، فهذا بفضلك يا إلهي، فبفضلك ولك المنة عليك، وأنت حنان المنان ولك المنة عليك. وإن ظهرت المساوئ مني، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك، لأنك عادل، لأنني أخطأت فحصل لي هذا الاستدراج والعياذ بالله، وحصل لي هذا التبادي. عندما يذنب الانسان اول ذنب، اول مره يخطئ خطا معين يستصعب هذا الخطا، وقد يحس بالذنب ويرجع، ولكن لو تبادل بهذا الخطا يتساهل ويتساهل ويتساهل حتى يصبح هذا الذنب والعياذ بالله عاده، كمعاقبه الخمر والعياذ بالله او غيرها من الكبائر تصبح عاده، فيصعب عليه كسر هذه العاده. ولكن علينا ان نعلم دائما يا ساده ان باب الباري عز وجل دائما مفتوح، باب التوبه مفتوح، وانه كما يقول سيدنا احمد زروق: كلما اني سمعت نفسي تذكرت قول المولى عز وجل: ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنرجو من المولى عز وجل ان نبدل القلوب الغافله بقلوب متلهفه بذكره، ذاكره شاكره لنعمه، وأن يبدل
نبدل هذه الأخطاء وهذه الذنوب وهذه المغالاه نبدلها حسنات بمحض فضله وكرمه وجوده، وليس ذلك على الله العزيز ولا البعيد، لانه هو الرحمن الرحيم. ولنا نعمه كبرى هي نعمه الشفاعه، شفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فان شاء الله الله عز وجل يرزقنا بهذه الشفاعه. ومن هذا قال الامام المصير رحمه الله عليه: ومن تكن برسول الله نصرته اطلقه الرسل في اجاله تجني. فلو كانت الذنوب مثل الرسل القاري التي تريد ان تاكلنا، فان نصرتنا بشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي نعمه محضه. ولا يمكن الشفاعه الا جائزه والعياذ بالله. بعض المعتزله وغيرهم انكروا الشفاعه والعياذ بالله. قال سلام من الاشاعره اهل العقيده الصحيحه عقيده هذه البلد، قالوا يكفي ممكن الشفاعه، يكفي عقوبه ان يحرم مش متبيه الشفاعه مش ممكن لا شفاعه. نحن والحمد لله على عقيده اهل السنه والجماعه ساده الاشاعره وساده المغربيه واهل الحديث نقول بالشفاعه ونؤمن بها، بل لا نعتمد على انفسنا ولا نعتمد على صالح اعمالنا، وانما نعتمد على رحمه بارئه. ومن اهم تجليات رحمه الباري عز وجل شفاعه الاخطار، بل من اهم تجليات رحمه الباري عز وجل هذا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، الرحمه المهداه، الرحمه المهداه بالمؤمنين الرحمن الرحيم. هذا هو الامل، هذا هو الرجاء. ولذلك اكثر رسالتك هذا الشهر المبارك من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالق مولاه بمثل هذه المناجاه الشريفه، مناجاه كلها انكسار وافتقار وتوكل على الله عز وجل، وان توقن في صميم قلبك بانك لن تصل الى ذلك. انت لن تصل بالله الى الله الا بالله، لن تصل الى الله الا بالله، ولن تصل الى الله الا بشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبواسطه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلولا الواسطه في كل سلوك وهبوط لذهب كما قيل الموصول كما قال السادة الجلال من بدع هذا الزمان ان يقال نحن ليس لنا وساطه في الاسلام، نحن نعبد الله مباشره ولا نريد صلاة، وهي كلمه حق ولكن نريد بها باطل في كثير من الاحيان والعياذ بالله، لانهم وكانهم يسقطون عن وساطه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعلم ان الباري عز وجل عندما امرك بان توحده امرك بان تصلي وتسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا تقل ان كنت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كنت لا اله الا الله فقط ولم تؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون شانك شان النصارى واليهود من الهالكين والعياذ بالله. لابد من ان تقر بنبوته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ومن الاقرار بنبوته محبته واشاره وتقديره وتوقيره وطلب الاستغفار منه. كان الصحابه ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: استغفر لنا الله يا رسول الله، استغفر لنا الله يا رسول الله. وعندما نوجه الى حضره المصطفى ونقول: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. في التشهد وانظر انت عندك مخاطبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط التشهد، عندما نقول هذا الى ما هو من باب استغفر لنا يا رسول الله، نطلب من هذا العبد المحض، هذا العبد الشكور، ان يتوسط الينا عند بارينا، ان يستغفر لنا عند بارينا عز وجل، ان يشفع لنا عند بارينا. وليس في هذا اي معنى من نفي التوحيد. حاشا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان ترجع للشرك، فمن اتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشرك في هذا الزمان انما هو مسيء الظن بامه. واجب من الشرع ان تحسن ظنك بها، تحسين الظن بالمسلم واجب شرعا، لا يجوز سوء الظن بامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تشهد على ضلاله. لو اخذ اجهل عجوز عند مقامات الصالحين في هذا البلد المبارك وقلت له: عندما تاتي الى هذا المكان هل تاتي متعبدا لغير الله؟ قل: حاشا يا ابني، انا لا اعبد الا الله. وعندما تقول
المسلمين التي هي من الأوقاف، وكل قبر وقف على صاحبه، حبس على صاحبه، وما والذي يضر والذي يسيء الحي يسيء الميت، تعتدي على المسلم في قبره وتقول أن هذا حتى تحافظ على توحيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيبي، البارع عز وجل الذي خلق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ضامن لتوحيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه العلماء العاملين من مشايخ هذه البلد المباركة الذين كانوا يزورون هذه الأماكن المباركة. سيد علي الملياني رضي الله عنه وارضاه، شيخ تجورة وشيخ استاذ الغنائنة في تجورة، كان يزور وكان شأنه شأن كافة كل هؤلاء المشايخ، وكان لا فقط لم يفتي بتهذيب مثل هذه الأماكن ولكن كان يتبرك بمثل هذه الأماكن. وكذلك سيد عبد الرحمن القصيري وسيدي للسلاتي وسيد محمد كامل بن مصطفى وكل السادة الذين أخذنا العلم عنهم بواسطة مشايخنا في هذا الزمان، مشايخنا أخذوا العلم عن هؤلاء، وهؤلاء هم السادة المالكية الذين عرفناهم. ففتاوى هؤلاء السادة على مدى 1000 سنة لا تكفينا، وتكفينا فتاوى على كاسيتات أو في راديو أو بعض المحطات الساتلايت، يعني نقل للدنيا ولا نعدها. إن أردت أن تشاهد فكونك فلسطين، اذهب. إن أردت أن تشاهد فالكفر مهددة. إن أردت أن تشاهد فأمن الحدود. يعني تظهر دخولة على قبور أناس أمار. هذه الأماكن حبس عليها. لا يجوز لك دخولك على هذه الغرفة كدخولك على البيت. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها استسمحها عمر رضي الله عنه وارضاه في أن يدفن بجانب صاحبيه. انظر إلى هذا المعنى. ودفن رضي الله عنه وارضاه ونحن نزور الغرفة التي هي مقام في المدينة المنورة ونقف الله هذا الرسول الكريم وتعرض عليه هذه الصلاة وهذه التسليمات
الجاهلية. قال حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة المهداة، رحمة المهداة الروف الرحيم، ماذا قال؟ قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنتم تذهبون إلى بيوتكم، ارحموا الزوجات، ارحموا الأولاد، ارحموا الجيران، ارحموا أهل الشارع، ارحموا الضعيف، ارحموا المسكين. كم من أرض لا تبكي يرحمها، كم من كثير في السن يبكي لا يجد من يؤنس وجوده، كم من مريض يبكي. إن أراد الله عز وجل تجده عند هؤلاء منكسرة قلوبهم، تجده عند هؤلاء المساكين. كونوا مع المساكين، مع الفقراء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم يا ربي يا الله ارحم ظاهرا وباطنا، يا قدرا ومنامة برحمتك العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن يا ربي وجه الشريف، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ما تدعو به يا الله، وإن وجه الشريف في قبورنا يا ربي يا الله، عند سؤال الملكين عندما يقول ما تدعو به هذا الرجل، أين ذاك الرجل سيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتانا بالهداية، أتانا بالإسلام، أتانا بالإيمان، أتانا بالإحسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه بعدد صلواته، كل من صلى وسلم وبارك عليه، وصل وسلم وبارك عليه بعدد غفلاتنا وبعدد تقصيرنا في الصلاة والسلام عليه، واجعل ذلك يا رب يا الله كفارة لذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين، ونطلب النصر والغيث والرحمة واللطف لأهلنا في سوريا وأهلنا في الدول. لا بد أن نحس بهؤلاء الناس أنهم دم شعب المسلم، المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يخذله. وأقل ما نفعل هو أن نبلغ إخواننا أن يرفع البلاء عنهم، أن ندعو أهل المسلمين المستبدين عنهم، وأن يأخذ هؤلاء الظلمة. أخت عزيز المقتدر يا رب يا الله في هذا الشهر المبارك، وأن يرحم إخواننا ويطعمهم ويسقيهم ويرزق الأمن والأمان، وأن يرحم ليبيا ويرزق الأمن والأمان جميع أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكم إخوان يا سادة، هناك من هو في شباب في إفريقيا وفي آسيا يدعو لك يا مسلم، يقول اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا يا سادة، نعمة الإسلام، نعمة سر التسامح، أن المسلم لا يترك المسلم. عليكم يا سادة بأن تكفوا إخوانكم بما تستطيع، بما ترسل مساعدة أو تدعو، حاول بقدر المستطاع أن تجاهد في سبيل الله لتحرير كل مسلم مظلوم، وأن تأخذ بيد كل مسلم. اللهم يا رب ثبتنا على ذلك. يقول سيد القصيري: ومن تكن برسول الله نسرته عند الطلوس في جامع تشرف، ويقول أيضا بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدمة، ومن هذه الأركان غير منهدمة ركن رمضان المبارك وهذه الليالي المباركة هذا الإسلام العظيم. يا سادة، النوافذ مفتوحة، البركات مفتوحة، السماء مفتوحة، الرحمات تتنزل. أبشروا 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 وابتسموا وبشروا، ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وسددوا وقاربوا، القصد القصد تصلوا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم بكفة المسلمين. تقبل منا يا مولانا وقبلنا على فتينا يا رب يا الله بكرمك وجودك وإحسانك وبسم أسرارك الله خير يا رب.